ما كنتش فاكرة إن في عمري متخبي ثواني في يوم حعيشها وإنت مش جنبي. سلام يا حياتي وسنيني، سلام يا اللي إنت نور عيني. ده أنا حاسة إن قلبي بيبكي على قلبي. بقى الصورة اللي جمعتنا خلاص يعني، بقت صورة في يوم ما حشوفها توجعني. بقى الونس اللي في عينيا دموع نازلة لسنين جاية. حعيش العمر ليه وانا عمري ودعني. يا ريتك خدت من عمري اللي حيكفيك وتفضل جوا حضني وايدي لمسة ايديك. حبيبي يا حتة من روحي مشيت واخد معاك روحي. مشيت ونسيت تقولي ازاي حعيش بعدي. هخش البيت خلاص من غير ما اشوفك فيه، وصوتك تاني مش حيرد لما نادي. يا اكتر قلب طمن مني خلاص الموت خداك مني. اخد مني اللي قلبي مالوش حبيب بعدي. Thank you.
مرتاح وانتي عارفة ان احنا في مصيبة جامدة جنب قصر قلوبنا كلها، بس ضروري ربنا ليه حكمة في كده. بس احنا مش عارفين، انا ما بقولكيش ما تعيطيش ولا تزعلي، عيطي واغضبي وزعلي واعملي اللي انت عايزاه، بس حبسي على نفسي لسه زياد وسنين محتاجين لك يا حبيبتي، ما لهمش غيرك. زمان سمعت دعوة كده وعمري ما نسيتها، علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قوليها يا دنيا، قوليها حتى في قلبك، ربنا ينزل الصبر عليك يا حبيبتي. سلامتك يا قلبي، سلامتك يا حبيبي، سلامتك. Oh,